بسم الله الرحمن الرحيم. هو إن شاء الله النهاردة هنتكلم على رسالة من وجهة نظري هامة جدا، اللي هو stay at home، إلزم بيتك. هو ليه إيه الهدف من إن احنا نبقى في البيت أو نلزم البيت؟ طبعا احنا الان في زمن الكورونا، والكورونا او فيروس كورونا المستجد مشكلة دلوقتي تشغل بال العالم كله. يعني انا في البداية احب اقول الكوفيد 19 ابديتس. احنا النهاردة 3 ابريل 2020، الوضع الوبائي حتى 2 ابريل 2020 موجود في أكثر من 1,000,000 حالة إصابة على مستوى العالم الآن. من 1,000,000 حالة دول نسبة الوفيات 51,000 حالة، يعني تقريبا 5% من إجمالي الحالات، الجلوبال مورتاليتي. الحالات الريكفرد 209,000 حالة من 1,000,000 حالة، والباقي اللي هو حوالي 742,000 حالة، دول ما زالوا اكتف كيسز، دي حالات ما زالت تحت العلاج. 95% منهم مايلد كيسز، و 5% منهم سيفير وكريتيكال كيسز. ده الجلوبال سيتويشن لغاية امبارح. اعلى دول في العالم في معدلات الاصابة، نمبر 1 and the big one United States. اجمالي عدد الاصابات في الولايات المتحدة الامريكية حتى الامس 235,000 حالة، يليها ايطاليا 115,000 حالة، يليها اسبانيا 110,000 حالة، يليها المانيا 84,000 حالة ونص، يليها الصين 81,000 حالة ونص. والرقم ده هنحطه في دماغنا لان احنا هنعقد مقارنات بعد كده. يعني اصبح دلوقتي الولايات المتحدة الامريكية تقريبا الحالات اللي موجودة فيها 3 اضعاف الحالات اللي كانت في الصين اللي هي بلد المنشأ. وطبعا اوروبا دلوقتي حاليا هي اكتر منطقة فيها كم حالات من بقية قارات العالم. بالنسبة لمصر لغاية 2 أبريل إجمالي عدد الحالات 858 حالة. الرقم ده كان امبارح بالليل كان 865 حالة، والوفيات 52 حالة. طيب لو قارنا منذ شهر مضى، السلايد اللي موجود قدامنا ده الحالات في تاريخ 3 مارس، يعني من شهر بالظبط، كان اجمالي عدد الحالات في الصين 80,150. لما نقارن بعد شهر 81,500 تقريبا، يعني الحالات تقريبا بدأت تبقى ستابيلايزد. في المقارنة بقى لو نظرنا الى كوريا الجنوبية، هنجد ان الحالات فيها في التوقيت ده كانت قرابة 5,000 حالة، بالامس كانت قرابة 10,000 حالة، يعني تقريبا الضعف فقط. لكن لو بصينا لايطاليا في 3 مارس هنلاقي ان الحالات فيها كانت 2,000 حالة. امبارح ال 2,000 حالة دول تصاعدهم لما وصلوا ل 115,000 حالة. لو بصينا للولايات المتحدة الأمريكية في 3 مارس الحالات فيها كانت 103 حالة، امبارح كانت الحالات 235,000 حالة. إيران الحالات فيها في 3 مارس كانت 1,500 حالة. لو قارنا الرقم ده حضراتكم بالأمس، هنجد ان الحالات في ايران كانت تفوق 50,000 حالة. اذا
المرض لو متواجد إيران 50,000 حالة ده بالأمس، إذن المرض لو متواجد في دولة وموجود فيه انتشار متسارع زي ما حصل في أمريكا وزي ما حصل في إيطاليا وزي ما حصل في إيران وفي ألمانيا، الحقيقة ما حدش يقدر يخبي الكلام ده. يعني لو موجود حالات وبيتم انتشار بصورة متتابعة الحالات هتسمع على طول وهتتزايد بصورة قوية جدا وواضحة جدا. احنا كان في التاريخ بتاع 3 مارس ده كانت الحالات اللي متواجدة عندنا في مصر في هذا التوقيت حالتين، احنا بالامس كانوا 865 حالة. طيب هنرجع بعد كده نتكلم على الغالبية العظمى، نسبة الوفيات زي ما قلنا 5% تقريبا، حالات الريكافري تقريبا حوالي 200,000 حالة من المليون يعني 20%، وبقية الحالات دي الكرنت كيسز اللي هي لسه اندر تريتمنت ولسه ما عرفناش الاوت كام بتاعها. طيب اعلى دولة في العالم الولايات المتحدة الامريكية في عدد الاصابات، لكن اعلى دولة في العالم في نسبة المورتاليتي ايطاليا، يليها اسبانيا. نسب المورتاليتي في ايطاليا فقط 13,000 حالة، وفي اسبانيا حوالي 10,000 حالة، فطبعا دي ارقام جامدة جدا وقوية جدا. سبحان الله، كان ترامب في البداية بيتباهى بقوة النظام الصحي في الولايات المتحدة الامريكية وقد ايه ان هم عندهم القدرة على احتواء المرض. الان زي ما احنا شايفين اكتر دولة فيها معدلات اصابة هي امريكا، لكن في دول بدأ يحدث فيها تراجع. مين بقى الدول اللي حدث فيها التراجع دي؟ الصين. الصين الحقيقة قدروا بتطبيق اجراءات وقائية واجراءات علاجية ان اجمالي معدل الحالات يقل، وهم دلوقتي بيتباهم بانهم نجحوا في الحرب ضد الكورونا. لو احنا جينا نبص هنلاقي من 8 مارس بدأ يحصل استابيلايزيشن للكيرف، معدل الحالات بعد ما كان الاول في تصاعد مستمر بدأ معدل الحالات يحصل شبه استابيلايزيشن للكيرف. اللي باللون الازرق ده اللي هو الكاميراتيف كونفيرمد كيسز، بدأ الكيرف يبقى فلات. ده في الصين. في كوريا برضو الكيرف برضو الى حد ما بدأ يبقى فيه نوع من الاستقرار. نكست. اما امريكا واسبانيا وايطاليا فتصاعد ضخم جدا. هو الحقيقة الموقف ده كله يخلينا ان احنا لازم نستفيد من تجارب الاخرين. لو حبينا نبص بقى نشوف هو ايه اللي الصين عملته واللي ساعدهم في ان الاعداد تتناقص بصورة قوية جدا وواضحة جدا. هم الحقيقة عملوا كاردون على مجموعة من المدن، طبعا كانت اول حاجة ووهان، يعني ومن بدري قوي يعني من 24 يناير وهم عملوا كاردون على ووهان، محدش يدخل ومحدش يخرج. ومش وهان بس، ده كمان كان في مجموعة من المدن حولها، والكاردون ده شمل في التوقيت ده 41 مليون انسان، وتوقفت حركة الحياة. يعني توقفت حركة الحياة، ما كانش الحياة البلد تماما، يعني الناس ما كانتش بتنزل الا للضرورة القصوى. اللي ووهان كانت توقفت. ووهان دي مدينة مركز للمواصلات او لالتقاء المواصلات على مستوى الصين كله، حتى رحلات الترانزيت بتقف فيها. الكلام ده اتى بثماره، يعني هم قعدوا في القصة دي، قعدوا في القصة دي شهرين، يناير وفبراير،
وكان حتى في الميديا كان بيبدأ الصور تيجي في نشرات الأخبار إن مدينة ووهان لوكد داون وبقت كأنها مدينة أشباح. بس الكلام ده الحقيقة جاب نتيجة ممتازة، حتى في الشوارع كان يبقى مكتوب يفط سيفر ات هوم، ات از سيف تو ستي ات هوم، الزم بيتك، اللي هي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. وحتى الطرق برضو كان بيبقى مكتوب عليها نفس الرساله ستي ات هوم، حتى في الشوارع ستي ات هوم. استنفار للمجتمع بالكامل عشان يستوعب ويتقبل رساله ان هو يلزم البيت. وبقى الرساله تتقال stay at home save lives، افضل شيء يتعمل لاحتواء البانديميك اللي احنا فيها الان to stay at home. وبقت هي دي الرساله دلوقتي اللي بتتقال في دول العالم المختلفه، وبقت بتطبق حتى في امريكا. بقى دلوقتي الشعار shelter in place، يعني الزم مكانك، الزم مكانك او الزم بيتك، هو ده الشعار دلوقتي. والحقيقة هو بيطبق هناك بقوة القانون الان، يعني هو state of order بيطبق بقوة القانون. هما المفهوم ان لو البانديميك outbreak without interventions to prevent further spread هيحصل ايه؟ الحالات هتتزايد بصورة قوية جدا، وده هيبقى beyond the capacity of healthcare system in any country. اما لو اتخذنا اجراءات من شأنها ان السبريد يقل، واحدة من اهم الاجراءات دي to stay at home، مفيش كلام الحالات هتقل، وهيبقى ده يتناسب مع قدرة الأنظمة الصحية في مختلف دول العالم. يعني ما تبقاش الهيلث كير سيستم كاباسيتي مش قادرة تتعامل مع الحالات. والكلام ده حصل في إيطاليا، يعني بقوا ينقم مين اللي يتحط على الفنتيليتور ومين اللي ما يتحطش على الفنتيليتور، ينقي الشباب على اساس ان ده الاوت كام بتاعه هيبقى افضل. ليه؟ لان حصل ارتفاع ضخم جدا في الحالات في الاول without protective measures. الناس لما خدت الامر ببساطه في البدايه، واما خدوا اجازات نزلوا على الشواطئ وتواجدهم في المحلات وفي الحفلات وفي الكافيهات والكلام ده كله، طبعا حصل زياده في الحالات قوية جدا، بقت beyond the capacity of the healthcare system. الأوبجيكتيف بتاعنا إن إحنا نعمل what's called flattening of the curve، يعني زي ما هو باين كده باللون الأزرق، إنه يقل السبريد، يقل إجمالي عدد الحالات، بحيث إنه الهيلثكير سيستم في أي دولة يقدر يتعامل مع الحالات، وما يحصلش سيناريو زي اللي شفناه في إيطاليا. طيب الدول دلوقتي بدأت تعمل ايه؟ حتى في ايطاليا نفسها لامباردي هي نقطة الشرارة، او نقطة زي ووهان كده في الصين، برضو عملوا كردون ل 16 مليون بني ادم. يعني دي طبعا ايطاليا بلد فيها سياحة وفيها مزارات سياحة. دلوقتي all of Italy is in lockdown. ايطاليا دلوقتي كلها بقى في جميع أنحاء إيطاليا ممنوع السفر والتحرك والانتقال من مكان إلى آخر. طيب لو جينا نبص على باريس فور اكزامبل دلوقتي، الحقيقة الشوارع في باريس دلوقتي بقت خاوية، يعني وكأنها صحراء جرداء، نتيجة تطبيق برضو stay at home. نفس الكلام في أسبانيا. أسبانيا دلوقتي the entire country is put on lockdown. يبقى اذا حتى في الولايات المتحده الامريكيه هم بداوا، كان في البدايه كاليفورنيا وبعدين نيويورك وبعد كده كل شويه ولايه بتبقى لوكد داون. يعني هو ده الحل، هو ده الحل، لانه هو ده اللي جاب نتيجه في الصين
وجاب نتيجة في كوريا الجنوبية. حتى جورج بوش كان أنا آسف حتى ترامب كان بيتكلم على أنه stay at home ده وتقل التجمعات وما يبقاش في تجمعات أكتر من 10 أفراد، يعني إجراءات، وزي ما بنقول الكلام ده بيتطبق بقوة القانون. في دول بتعمل كده، يعني الفلبين بقوا بيطلقوا النار أو على اللي بيخالف القانون. أنا بقولش نعمل كده، بس يعني في دول بتطبق هذه السياسات بالقوة. والشعار دلوقتي في أمريكا shelter in place، يعني إلزم مكانك. طبعا هو في فرق، لوك داون مفيش حد هيدخل مكان ولا هيخرج منه، المدينة مثلا أو المقاطعة أو الكلام ده. shelter in place إلزم مكانك، والنزول فقط لا ضوابط، يعني النزول فقط للحاجيات الرئيسية والأساسية زي ما نشوف. إذن دي سياسات زي ما بنقول state of order shelter in place، يتم تطبيق بقوة القانون. طبعا انت الغرض انك انت هتؤدي الاسينشال تاسكس فقط اللي لها علاقة بالصحة او بتناول الغذاء، يعني مثلا هتنزل مثلا عشان تجيب الاكل بتاعك، هتنزل هتروح مثلا محلات الخضار او الميني ماركت عشان تجيب الاكل بتاعك، او لو انت رايح تكشف مثلا يعني على سبيل المثال، وتحافظ على what's called a social distancing، ودي حاجة مهمة قوي، اللي هو سياسة التباعد الاجتماعي. يعني انت هتقلل الأنشطة اللي هيكون فيها تجمعات على وجه العموم، وتحافظ على سياسات التباعد الاجتماعي. يعني مثلا يتم إغلاق مثلا القهاوي والكافي، يعني احنا نفسنا أخذنا نفس الإجراءات في مصر، قفل المطاعم وقفل يعني تيكاوي بس، إنما مفيش تجمعات في المطاعم والقهاوي والكافيهات والحاجات اللي هي الأماكن الترفيهية زي الملاهي والحاجات دي، السينمات، المسارح، الدراسة في الجامعات أو في المدارس، الأماكن الجيم، يعني كل أماكن يكون فيها أنواع من التجمعات يتم الحظر عليها. يعني زي ما قلنا الجيم، طبعا برضو تحديد حركة الانتقالات اللي بلاش لازمة، يعني السفريات اللي ممكن تأجيلها او الكلام ده، السفريات الجماعية زي ما قلنا، المطاعم، الفكرة العامة انك انت حتى المؤتمرات الطبية والمؤتمرات الاجتماعية والحفلات، حفلات اللي في النوادي والحاجات دي، كل الكلام ده دلوقتي حاليا معطل ومؤجل، والغرض كله انك انت هدف انك انت تقلل التجمعات. لكن طبعا ما فيش مشكلة انك انت تروح تشتري اكل من مطعم تيكاوي، تروح اجزخانة، تروح لحد بتاع خضار تجيب من عنده حاجياتك من الخضار بتاعتك، تنزل انت شخصيا تمشي، يعني مش ممنوع انك انت تمشي في الشارع او الكلام ده. مثلا حاجة زي اللي احنا عاملينها دي، ما احنا عاملينها اونلاين، وفي دلوقتي حاجات بتتعمل على السكايب، وفي حاجات فيديو كونفرنسز. الفكرة كلها انك انت بتقلل من التجمعات. حتى دلوقتي في الشركات الكبيرة بقى الشعار work at home، دلوقتي بقى في ايميلات والكلام ده، فما فيش مشكلة، ممكن الواحد يقوم بأداء عمله من خلال البيت لو كانت الظروف تسمح بهذا. في بعض دول طبقت حظر جزئي زينا، احنا مطبقين حظر جزئي، احنا مطبقين لغاية توقيتات معينة. في دول تانية عاملة حظر كلي، يعني السعودية مثلا عملت حظر بالنسبة للمدينة المنورة ومكة المكرمة، ما فيش حد يدخل وما فيش حد يخرج.
طبقا للإبيديمولوجيكال سيتويشن بتاع كل مكان، وده أمر وارد إن هو لو الحالات تزايدت في مكان إن يتم تطبيق الحج أو الحظر الكلي بدلا من الحظر الجزئي حسب الحالات. إنما في جميع الأحوال، في جميع الأحوال لابد من مراعاة مسألة التباعد الاجتماعي، لأنه حتى لو كان في حظر كلي بيبقى يعني مثلا في أمريكا في حظر كلي، بس في الأماكن اللي هم عاملين فيها زي مثلا في كاليفورنيا أو زي نيويورك بس مسموح إن الشخص ينزل فرد من الأسرة عشان يروح يجيب الحاجيات، هيجيب روشتة الدواء، هيروح يجيب الأكل من السوبر ماركت في إطار 2 كيلومتر من مكان بيته، وما ينزلش لو لقوه بينزل أكتر من مرة في اليوم بيتمنع، الشرطة هي اللي بتقوم بالتنفيذ. فهي الفكرة كلها، وأثناء ما بيعمل الحاجات دي لازم يحافظ على التباعد الاجتماعي أو السوشيال ديستانسينج، اللي هو إيه؟ اللي هو أن المسافة بين الشخص والآخر لا تقل عن 6 فيت أو 2 مترز. المفروض المسافة دي نراعيها، يعني مثلا إحنا لو واقفين طابور يبقى المسافة بين كل شخص والتاني لا تقل عن 2 متر. وزي ما قلنا نفس الكلام، الحاجات اللي هي اللي في السوشيال ديستانسينج اللي المفروض should be avoided زي ما قلنا التجمعات، التواجد في السينمات والمسارح، الأنشطة الرياضية، يعني في دول كتير دلوقتي الأولمبياد اتأجل والدوريات وقفت في أوروبا بالذات، وحتى عندنا في مصر برضو الدوري وقف. الأماكن لو أنت نازل تشتري أي حاجة من محلات وموجود فيها زحام ده برضو غير مستحب، لدرجة أنه خدمات الكنائس والمساجد تم تعليقها. يعني احنا انا اول مره في عمري اشوف انه رحلات العمره توقفت في السعوديه، وفي احتمال كبير لسه كانوا بيتكلموا على انه الدول تتريس في الحجز للحج. فيعني المولات الكبيره لو كان حد متواجد فيها برضو المفروض ان الاماكن دي يتم تجنبها عشان دي من ضمن اماكن الزحام المولات. فيعني كل أماكن يكون التواجد فيها الخروج للتنزه، وخصوصا لو موجود أطفال ويتجمعوا مع بعض والكلام ده برضو ده وبأعداد ده برضو ده كلام مش مطلوب، العزومات في البيوت وبأعداد كبيرة برضو ده كلام مش مطلوب، أي حاجة فيها زحام يجب تجنبها. يعني ده ويجب مراعاة المسافة اللي هي زي ما قلنا من 2 متر او 6 قدم. يبقى السوشيال ديستانسينج keep a distance 2 meters or 6 feet between you and other person. حضرتك لو عايز تتواصل مع الناس عندك بقى التليفون المحمول وعندك الانترنت وعندك السوشيال ميديا، مش لازم يبقى فيس تو فيس ميتينجز. Avoid crowded and large gathering. كل أماكن التجمعات، حتى أنا بقول حتى المؤتمرات المحاضرات الكلام ده كله. Reduce social interactions بقدر المستطاع، قلل الاحتكاك ما بين الناس. Work from home زي ما قلنا في شركات كتير دلوقتي العمل بيتم من خلال المنزل عن طريق الانترنت. وأفويد هاند شيكينج، لان برضو الهاند شيكينج واحدة من ضمن الحاجات المهمة اللي بتساعد على سرعة انتشار المرض. برضو لازم نحط في اعتباراتنا مسائل وسائل المواصلات بالذات، يعني انت لو راكب في تاكس مش لازم تركب جنب السواق، اركب ورا. لو راكب في قطر او راكب في محطة مترو مش لازم الناس تتزاحم وتبقى العربيات متزاحمة، لازم نحافظ على المسافات لان دي جزئية مهمة جدا. حتى لو انت بتتمشى في الشارع او نازل تجري او الكلام ده برضو حافظ على مسافة الاتنين متر دي. وkeep your children away from group gathering وpostpone or cancel group gathering وavoid handshaking
وافويد اول نون اسينشال ترابس ان ذا كوميونتي، كل الرحلات وكل السفريات اللي ملهاش لازمه يتم تاجيلها. الصوره دي متاخده في الصين بعد ما الاعداد بدات تقل والناس بدات ترجع شغلها. دول عمال في مصنع قاعدين بياكلوا وجبه الغداء، محافظين على المسافه اهو، الاتنين متر ما بين كل واحد والتاني. هو قاعد رغم ان الاعداد بدات تقل عندهم، بس عاملين السوشيال ديستانسينج ومحافظين على المسافات. الناس راحت تشتري حاجه مثلا من 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 كشك من الكشاك، برضه محافظ على المسافه. موجودين في بنك مثلا، قاعد وسايب كرسيين جنبه واللي بعده قاعد، عشان يحافظ على مسافه الاتنين متر اللي احنا بنتكلم عليها دي. دي النسخه المصري، يعني دي قريه موجود فيها هو ده توك توك هو، وموجود مكنه اي تي ام البنك مصر، والناس عامله حاجه جميله جدا والله. يعني الناس عاملين مسافه الاتنين متر ومراعينها في الوقوف. وده الدكتور اسامه الشحات نقيب اطباء الاهليه مع زملائه اعضاء مجلس اداره النقابه في زياره لمستشفى المنصوره، مستشفى الطوارئ بالمنصوره، يعني مع الاستاذ الدكتور سمير عطيه، ومحافظين على السوشيال ديستانسينج، مخلين المسافه بينهم وبين بعض 2 متر. ودي حاجه لطيفه جدا. مثال، مش عايزين نتفرج على المنظر ده بقى. المنظر ده لو في اي مكان ما حش عايزين نشوفه، لان ده لو واحد مصاب هيتيح الفرصه لانه الكثيرين يصابون. الصوره دي كانت في مكتب بريد ابو حمص، ويعني شايفين اعداد الزحام كانت قد ايه. الوضع ده بدا يتصلح، بس يعني المفروض الصوره دي ما نشوفهاش. الصورة دي في محطات القطر برضو او المترو، المفروض برضو ما نتفرجش على المنظر ده. احنا لازم يكون عندنا فكر ان احنا نحافظ على انفسنا ونحافظ على صحتنا ونحافظ على صحة الاخرين. بايه؟ بان احنا نحافظ على التباعد الاجتماعي. وزي ما قلنا التباعد الاجتماعي ده هيقلل من معدل انتشار المرض، دي مفيش فيها كلام. ولنا تجارب، لنا تجارب مع الصين وكوريا الجنوبية وجابت نتائج هايلة. الفكرة ايه بقى؟ هو الشخص المصاب اللي هو هنا باللون الازرق ده، الشخص ده ممكن يعدي كم شخص؟ الفرد الواحد المصاب ممكن يعدي في المتوسط من 2 لـ3 افراد. خلينا نقول ممكن يعدي في المتوسط 2.5 فرد. احنا في عندنا حاجة اسمها reproduction number، رقم الحساب التكاثري. يعني ايه بقى رقم الحساب التكاثري ده؟ يعني كل شخص مصاب بالمرض لديه قدرة انه يعدي كم شخص. زي ما قلنا بالنسبة للكوفيد 19 reproduction number ده في المتوسط 2.5، وده اقل من الانفلونزا. الانفلونزا من 1 لـ2، السيزونال انفلونزا. لكن مثلا حاجه زي الحصبه من 12 لـ18، يعني رقم عالي جدا. وبعدين الموضوع بيمشي زي المتواليه الهندسيه. يعني لو انا افترضت ان انا عندي ان الريبرودكشن نمبر ده 2 مثلا، لو عندي شخص مصاب الشخص ده هيعدي 2، الاثنين دول كل واحد منهم هيعدي 2، والاثنين دول كل واحد منهم هيعدي 2، وهكذا وهكذا. يبقى الدايرة بقى او حلقة الانتشار او سلسلة الانتشار حسبوها في دراسة لقوا ان لو انا عندي شخص واحد مصاب، الشخص ده في خلال 5 ايام هو الانكوبيشن بيريود من 2 لـ14 يوم، انما في المتوسط من 5 لـ6 ايام. فممكن الشخص الواحد في خلال 5 ايام يعدي 2.5 شخص، اللي هو ده الريبرودكشن نمبر. وبعدين لو استمرت سلسلة الانتشار تشين اوف ترانسميشن، في النهاية الفرد الواحد في خلال شهر، في خلال 30 يوم ممكن يتسبب في عدوى 406 شخص، وده رقم كبير جدا. طيب
لو أنا قمت بعمل إجراءات من شأنها تقليل معدل التعرض والانتشار، تمام؟ بالحظر، بالحظر اللي احنا بنعمله، الحظر الجزئي ده، لو قل التعرض بتاع الناس بنسبة 50%، بنسبة 50%، الشخص الواحد ممكن يعدي في خلال شهر 15 شخص. يعني بدل ما كان هيعدي 406 ده هيعدي 15 شخص فقط، بان انا لو قللت التعرض المجتمعي بنسبة 50%. طب لو زودت من مجال الحظر وقللت المعدل المجتمعي بنسبة 75%، الشخص الواحد هيتسبب في عدوى 2.5 شخص في خلال شهر. يبقى الفرق ضخم جدا. بدل لو انا مش واخد اجراءات تباعد اجتماعي ومش مقلل من حجم التعرض والانتشار والاختلاط بين الناس، الفرد قد يتسبب في خلال 30 يوم في إصابة 406 شخص. لكن لو أنا واخد الإجراءات ومغطي ومقلل من فرص الاحتكاك والاختلاط ومطبق سياسات التباعد الاجتماعي، الشخص الواحد ممكن يتسبب في إصابة 2.5 شخص. والحقيقة هو ده اللي خلى الصين بعد ما كانت الحالات بالآلاف يوميا، 3-4 آلاف حالة كل يوم من على مدار شهر، من 3 مارس لغاية امبارح 2 ابريل، الحالات زادت حوالي 1000 حالة تقريبا. فده بقى ايه ده؟ ومعظم الحالات اللي بيتم اكتشافها في الصين دلوقتي حالات مكتشفة لناس جاية من خارج الصين. فهم بالفعل نجحوا في تقليل حجم الانتشار. لو البانديميك uncontrolled transmission، زي ما قلنا الحالات هتتزايد بالصوره اللي احنا شايفينها دي باللون اللون الفوشيا ده، هتتزايد بالشكل ده زي ما حصل في ايطاليا، وهتبقى beyond the capacity of the health care system اللي هو الخط اللي بالنقط ده. لكن لو قدرنا نطبق التواصل الاجتماعي، لو قدرنا نطبق التباعد الاجتماعي وقدرنا نقلل من حجم الاختلاط بين الناس، هيحصل كنترول، وبالتالي الحالات هتقل زي بالشكل اللي باين في اللون الازرق ده. وده الغرض وده الهدف. فعشان كده الرساله دي رساله في منتهى الاهميه. وانا بس احب اقول هنا يعني والفت النظر انه الشعار ستي ات هوم او الزم بيتك، خدوا بالكم يا جماعه، الشخص بيبقى لديه قدره على العدوى حتى قبل ظهور الاعراض. لقوا انه قبل ظهور الاعراض من يوم ليومين الشخص بيبقى عنده مقدرة على العدوى، والأعراض نفسها بتتزايد تدريجيا وبتتزايد في الحدة بعد أسبوع من العدوى، بتبدأ الأعراض تظهر بصورة واضحة، وممكن يحصل بقى أعراض تبدأ تزيد شدتها. طيب الشخص ممكن يفضل معدي قد إيه بعد ما يصاب بعد ظهور الأعراض؟ لو كانت الحالة حالة خفيفة مايلد كيس، ممكن يبقى معدي من 7-12 يوم، لكن لو كانت سيفير كيس ممكن يعدي اكتر من اسبوعين. اذا انا الحالة اللي انا بيتم تشخيصها او اللي بتتعدى بالفعل قبل ما بيتم تشخيصها، هو فعلا بيقوم بانه بيعدي ناس، هو نفسه بيعدي ناس. يعني لو واحد كان معدي قبل الانكوبيشن بيريود او قبل ظهور الاعراض، اثناء الانكوبيشن بيريود قبل ظهور الاعراض بيومين، والحالة كانت عنده حالة مايلد وخفيفة زي أعراض الإنفلونزا، ممكن يفضل معدي كمان أبطو من أسبوع ل 12 يوم، يعني ممكن يقعد أسبوعين بيقوم بالعدوى وهو ما حدش واخد باله إن دي حالة شديدة يعني. فبالتالي ما نراه من أرقام الآن وارد للتزايد في الفترة القادمة. ما نراه من أرقام اليوم وارد إن في الفترة القادمة الأرقام دي تتزايد، لأن في حالات بقت انفكتد ولسه ما ظهرتش. عشان كده إحنا يعني عايزين نقول إن الرسالة بتاعتنا بقى إن إحنا محتاجين إن إحنا نطبق سياسة التواصل الاجتماعي، التباعد الاجتماعي أنا آسف، يعني وستي ات هوم ده يبقى شعار،
وكلنا نبقى مقتنعين بيه، لانه كده احنا مش هندي فرصة للفيروس لمزيد من الانتشار. Please don't give the virus the chance to spread. دي واحدة من ضمن الكوميكس بقى، انه جايبين ابو الهول وهو نفسه stay at home، دخل جوه الهرم، يعني هو ابو الهول نفسه بيطبق. ودلوقتي بقى في شعار فريق الطب بيرفعه، I stayed at work for you، please stay at home for us. يبقى stay at home ده الغرض منه ان احنا نقلل معدل الانتشار على 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 مستوى العالم، وفي كل دولة على حدة، وده هيؤدي الى انه to save life. كوميكس بقى، صباح الخير، خليك في البيت، والصورة دي من ايطاليا، الست واقفة في البلكونة اهو معاها الكلب بتاعها، وستي ات هوم، ما بتخرجش ولا بتنزل ولا الكلام، خليك في البيت عشان تحافظ على سلامتك، ومعا نقضي على المرض. هي دي الرسالة. برضو دي حاجة لطيفة جدا كانت موجودة على الفيس، ده طبيب هندي بيقول انه الفيروس ده له عزة نفس كبيرة كبيرة جدا، ولن يأتي الى منزلك الا اذا خرجت ودعوته. يعني please stay at home. الحقيقة the health of all depends on each one of us. انت بتقعد في البيت عشان تقلل من معدل الانتشار، لانه انت في النهاية عشان نحافظ على صحة المجتمع، على صحة المجتمع بالكامل، لانه حتى لو حد كبير في السن قاعد في البيت، بس الناس اللي حواليه برضو بيتحركوا وبينزلوا والكلام ده، اللي هو ممكن تتنقل له العدوى من خلاله، سواء من الاطفال او من الشباب. انا يعني اخر حاجة احب اقولها، tomorrow you reward for working safely today. هو الحقيقة انا حابب اقول ان المفروض دي تبقى رسالة مجتمعية كلنا نشارك فيها، ويكون في تعبئة مجتمعية، يعني ونستفيد بهذا بالميديا، بزملائنا، بأفراد الطاقم الطبي في الثقافة الصحية، بالرائدات الريفيات، بحيث كلنا نتكلم common language دونما تهوين ودونما تهويل، ونفهم ان اللي احنا بنعمله ده انه الخسارة القريبة افضل من المكسب البعيد. احنا كل ما نقدر نقلل من حجم انتشار المرض، كل ما فترة الحظر هتقل وهتتراجع. وارد ومحتمل ان فترة الحظر تطول، وده يبقى افضل، لان ده هيقلل من معدل انتشار المرض ومن معدل الحالات، وفي النهاية ده كله صامح لصالح المجتمع ولصالح اهالينا. Each one of us can make a difference. However, together we can make a change. التغيير هيتم، كلنا لازم نتعاون مع بعض علشان نقدر نتغلب على هذا الفيروس اللعين. وشكرا جزيلا.